ومتابع للمنتخب السعودي حصل في المباريات الودية ما بالمستوى المطلوب، لكن في المباريات الله هي هذه الكرات الحلوة اللي نبغيها، هذه الكرات اللي تصحينا. صباح الخير يا الأخضر، صباح الخير يا الأخضر، حلوة للمنتخب السعودي، فرحت الشباب المبتعثين من أجل بعثة جديدة للمنتخب السعودي نحو التصفيات النهائية. حلوة حلوة حلوة، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. كفو يا سالم، كفو يا أبو غنيم، الله عليك يا سالم. اكتشاف الموسم، وقد يكون نجم الموسم وقد يكون لاعب الموسم، الله عليك يا الدوسري، حطها في المرمى وهدف جميل جدا. هذه سالفة